كنبغي من هذا المنبر هذا نشكر السيد المدير العام للأمن الوطني لهذه الالتفات الطيبة، وكذلك المديرية العامة للأمن الوطني على هذه المبادرة الحسنة اللي استحسنت جميع النساء الشرطيات. كنغتنم هذا اليوم هذا باش نبارك النساء المغربيات والنساء العالم والنساء العاملات، كنهنيهم عفوا على هذا اليوم العالمي للمرأة، وهو يوم عالمي للأم وللزوجة وللابنة طبعا وللأخت. احنا جد سعداء بتواجدنا اليوم مع الزميلات ديالنا والزملاء ديالنا من كل المصالح الإدارية هنا في مدينة طنجة. كنشكر المدير العام على هذه السابقه هذه، على هذه الاحتفاليه هذه، وحنا جد سعداء كذلك بهذا النهار هذا وبهذا الحفل الرائع جد رائع. هذه واحد المبادره طيبه اللي كنشكر عليها المدير العام للامن الوطني باش يحتفل بهذا اليوم العالمي للمراه اللي كان هذا المجال كيتحتكر على الرجال فقط. والحمد لله دابا المراه ولات كتشتغل في جميع المجالات خصوصا في مجال سلك الشرطه. وكنشكر جميع اللي شاركوا في هذا الحفل واللي بفضل ديالهم نجح هذا الحفل وعطوا واحد الصوره جيده على المراه الشرطيه. الحمد لله كنجبروا واحد المسانده من طرف الرؤساء ديالنا والناس اللي عاملين معنا، ما كنجبروش واحد المشكل لف الشغل ديالنا ولا في الحياه الشخصيه ديالنا، كنجبروا واحد النظره جيده على المواطن اللي كيشوفوا واحد السيده كتشتغل في هذا المجال اللي كيكون محتكر على الرجل فقط بحال المرور في المطارات في هذا. الحمد لله النظره ديال الناس كنشوفوها بايجابيه. رسالتي لهذه المراه بعدا كنقدم لها التهاني لجميع النساء سواء كانت في مجال الشرطه او موظفه او عامله، وكنقدم لها ان المراه تقدر توصل في اي مجال بغات، هذاك الشيء كيبقى بواحد المبادره وانها تقدر تنافس مع الرجل في اي حاجه.